الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. أيها الحبل الكريم متابعين الأعزاء، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. انطلق أيها الحبل الكريم الشوط الثامن بتعداد أشواط منافسات هذا المساء لتحديات وانطلاقات سن اللقاية. وهذا الملتقى الأخوي الكبير، هذا الملتقى الخليجي المثير في تحديات ومنافسات هذا المهرجان الغالي بتحديات وانطلاقات هذا المهرجان السنوي المقام على سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتحديات وانطلاقات هذه الرياضة الحاضرة على أرضية ميدان التحدي. لنبدأ بتحديات الأسماء، بتحديات الشعارات، بتحديات المراكز الأولى المتقدمة. لنتابع معكم انطلاقة المركز الأول، من يحمل لنا الرقم واحد، من يتقدم ذخر على المركز الأول. جابر بن محمد بن ناصر بن لخن المركز من يقدم لنا ذخر بالانطلاق. المركز الثاني يتواجد كفو اسهيل بن رملي بن محمد بن مطر العامري. على المركز الثاني يتقدم شعار بهذه اللحظات النقلة الى المركز الثالث. لنتابع مشاهدينا الكرام سياف صالح بن محمد بن سالمين العامري والنقلة الى المركز الرابع. لنرى مشاهدينا الكرام القادم سياف سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي والمركز الخامس. القدوم من المستشار سعيد بن صالح بن سعيد آل بريص المري بالرايح من يقدم لنا المستشار مع المركز الخامس. هذه هي الأسماء الخمسة الأولى المنطلقة والحاضرة بهذه التحديات وبهذه الانطلاقات المميزة نحو تحقيق ناموس هذا الشوط ونحو اختطاف السيارة النقدية التي تنتظر الفائز بالمركز الأول وباختطاف لقب هذا الشوط. هذه الأسماء الخمسة الأولى المنطلقة والحاضرة بهذه التحديات والأسماء التي بدأت تنعزل نوعا ما عن مجريات هذا الشوط ليبدأ بهذه اللحظات اسما وحيدا بالانضمام إلى دائرة الأسماء المذاعة ليكون الحضور والتقدم والوصول من قبل مزعل عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. إذا مشاهدينا الكرام أيها الحفل الكريم هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة. لنعود إلى البداية، لنعود إلى المركز الأول. لنتابع بالرملي ماذا يقدم. يقدم لنا كفو بالانطلاقات، كفو بالتحديات، كفو بالحضور وبتميز هذا الشعار وبانطلاقة نحو المركز الأول ليكون حاضر كفو بشعار سحيل بالرملي بن محمد بن مطر العامري على المركز الأول. المركز الثاني القادم شعار بن دري الواصل على المرتبة الثانية. يتقدم سياف لسالة بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي المركز الثالث. نتابع سياف لصالح بن محمد بن سالمين العامري والنقلة الى المركز الرابع. لأتابع شعار ابناء الغربية الحاضرين والقادمين مع مزعل لعامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري والمركز الخامس. القدوم مشاهدينا الكرام من قبل المستشار سعيد بن صالح بن رايح المري مع المركز الخامس. هذه الأسماء، هذه التحديات، هذه الانطلاقات الحاضرة بالمقدمة والحاضرة بالمنافسات مع الخماسية الماسية الحماسية ما بين هذه الأسماء. لكن العودة إلى البداية، العودة إلى الانطلاق الأول، العودة إلى المركز الأول، إلى منال الجميع، إلى مطمح
الجميع. الله يا كفو، كفو على المركز الاول، ما زال بمرتبة العلو، بمرتبة الشموخ، بمرتبة الرفعة، يتقدم كفو ليكون حاضر بشعار سهيل بن رملي بن محمد بن مطر العامري على المركز الاول. المركز الثاني القدوم من مسعل، مسعل 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 القاتم نحو ارضاء مالكه، نحو ارضاء جماهير هذا الشعار، نحو تقديم الرضا لجماهير هذا الشعار بتقدم مسعل مع المركز الاول، ليبدا بالوصول مع المرتبه الاولى بالانطلاق مع الصداره. عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري والمركز الثاني، وتابع القادم المستشار على المركز الثاني سعيد بن صالح بن سعيد آل بريص المري حاضرا بالمرتبة الثانية. المركز الثالث القادم ذخر جابر بن محمد بن ناصر بن لخان المري والمركز الرابع. وتابع مشاهدينا الكرام القدوم والوصول من قبل مسعل مطر بن محمد بن دحروي العامري، والمركز الخامس الواصل شحاب فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. لكن اعود الى الصدارة، اعود الى مسعل، مسعل على المركز الاول، مسعل مع البداية، ومسعل الاخر قادم على المركز الثاني. الله، شوط الزعل والرضا، شوط المنافسة، شوط التحديات، شوط القوة، شوط الابداع، شوط التميز. ابناء الغربية، ابناء الغربية على المركز الاول مع الصدارة والمقدمة، مع تقدم مسعل عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. لكن مسعل على المركز الثاني، مطر بن محمد بن دحروي العامري على المركز الثاني. الله، مسعل ومسعل، مسعل ومسعل، لمن الوصول اولا نحو خط النهاية بهذا الانطلاق الجميل. المنصوري يظفر بهذا الناموس، بن خلفان يحقق الناموس على ارضية هذا الميدان ليكون بطلا متوجا بهذه المسيرة. سلام يا عامر، سلام يا عامر، سلام يا أهل الغربية على هذا الفوز المستحق، على فوز مسعل وتحقيقه للمركز الأول. تهانينا لعامر محمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز الثاني. كان الوصول من قبل مسعل لمطر بن محمد بن دحروي العامري المركز الثالث، وصل إشهاب لفاران بن محمد بن قريع المركز الرابع، كان الوصول من قبل المستشار سعيد بن صالح بن سعيد البريس المري المركز الخامس، ذخر لجابر محمد بن ناصر بن لخن المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، تهانينا لمالك مسعل. توقيته الزمني 7:32:20 جزء الثانية. نهني جماهير هذا الشعار عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل مسعل 7:32:96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس نزفه لمطر بن محمد بن دحروي العامري. المركز الثالث كان الوصول من قبل شهاب 7:36:08 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لفاران بن محمد بن حمد بن قريع المري، من قدم لنا شهاب وحصل على المركز الثالث.